لا يخفى على الجميع أن الوضع الأمني المستقر في محافظة نينوى هو لم يأتي إلا بجهود كبيرة واستثنائية من كافة صنوف قواتنا المسلحة الباسلة، وأيضا بالتعاون مع المواطنين في محافظة نينوى. هذا الاستقرار لا يمكن خرقه مهما كانت الظروف الأمنية في دولة سوريا الجارة. نحن نطمئن أهلنا وشعبنا في محافظة نينوى أن يناموا قريرين الأعين ويستقروا في حياتهم وشؤونهم، لأن الوضع هو مستقر ومستتب والأوضاع مسيطر عليها بالكامل من كافة قواتنا الأمنية العاملة سواء في حدود محافظة نينوى أو في الداخل. طبعا هناك أعداء لهذه المحافظة وللعراق لا يروق لهم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في عموم محافظة نينوى، فبالتالي يحاولون بلبلة الأوضاع من خلال بث دعاية وإشاعات كاذبة لا حقيقة لها على أرض الواقع بأن هناك خرق أمني أو ما شابه. فبالتالي نحن حقيقة نعيش هذا الواقع، وأهلنا وشعبنا أيضا يعيشون هذا الواقع المستقر، وننعم الحمد لله بالأمن والاستقرار التام ومئة بالمئة. ليس هناك شيء اسمه داعش بعد في محافظة نينوى. الناس والمواطن اكتوت بنار الحرب والمعاناة القاسية والجروح التي ما زالت تنزف، فكيف لمن يحاول أن يزعزع الأمن والاستقرار أن يترك من قبل الآخرين؟ المواطن هو أهم عنصر في حفظ الأمن والاستقرار، فأنا أطمئن أهلي أن الأمن والاستقرار هو مستتب، وأنه ليس هناك أي محاولات لعناصر داعش الإرهابية في التسلل إلى حدود محافظة نينوى، لأنه ليس هناك من يحدث لهم هذا الثغر أو الفجوة كما حدث في الأيام السابقة. نحن نشكر المواطن في محافظة نينوى لأنه العنصر الأساسي في رفض القوات الأمنية بالمعلومة الاستخباراتية، وهذا التعاون هو على أرقى وأعلى مستوى، هو سبب كبير جدا فيما نعيشه من أمن واستقرار في محافظة نينوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذا الوضع الأمني، وأيضا نحن في مجلس محافظة نينوى والحكومة المحلية نحن نسينا الوضع الأمني لأنه مستقر اليوم. نحن في صدد البناء والإعمار والنهوض والازدهار من أجل حياة مستقرة وآمنة على المستوى البعيد. القوات الأمنية على أعلى جاهزية عدة وعدد وإمكانية في حفظ الأمن والاستقرار العام في العراق ومحافظة نينوى.